معروف جدا ان مجالات البرمجه هي من اكتر المجالات في العالم كله اللي فيها فلوس، بس خليني اقول لك ايه هي اعلى 5 مجالات برمجيه من ناحيه المرتب. سلام، انا عمرو عزوز، وفي القناه دي بنحاول نرتقي فكريا لمستوى جديد. لو انت جديد هنا تقدر تشترك دلوقتي، ولو انت اصلا مشترك يبقى يا الف مرحبا بالرجوع. خليني قبل ما نبدا اقول لك سريعا ان سبونسر الحلقه دي هو نوليدج سوليوشنز او حل المعرفه. حل المعرفه هي شركه سعوديه بتقدم خدمات في مجال الاستشارات الاداريه واداره الاعمال. ساهمت في تطوير عدة شركات في قطاعات متنوعة منها الأغذية، المشروبات، ومجالات الاستثمار. حل المعرفة بتسعى دايما انها تساعد الشركات في بناء وتطوير الفرق المميزة من اصحاب الخبرات والكفاءات في كل المجالات، وده اللي بيساهم في بناء اعمال مستدامة. فلو حابب تستفيد من خدماتهم تقدر تتواصل معاهم دلوقتي عن طريق موقعهم الخاص، هتلاقي الرابط في وصف الفيديو وفي اول تعليق. ونرجع بقى للرواتب، ففي المرتبة الأخيرة وهو مطور الواجهة الخلفية او الباك اند ديفلوبر. وهنا المبرمج بيكون عنده القدرة على التعامل مع البيانات سواء في تخزينها او ادارتها. ومن التقنيات اللي ممكن تحتاجها في المجال ده نود جي اس، جانجو، ريست فريم ورك، لارافيل، وغيرهم كتير جدا ممكن تلاقيهم، ولكن دول اشهرهم حاليا. ده بالاضافة الى انك محتاج تكون بتعرف تتعامل مع الداتابيزز زي مثلا الماي سيكيول او البوستجريس كيو ال او حتى مونجو دي بي. اي داتابيز تقدر تتعامل معاها وتكون متوافقة مع التقنية اللي انت بتتعامل بيها طبعا سواء جانجو او ايا يكن، لازم تكون عندك القدرة على التعامل معها. بيجي في المرتبة اللي بعد الباك اند في التصنيف، واللي بيكون اعلى من الباك اند في حاجات بسيطة في الراتب، وهو الفرونت اند ديفلوبر. الفرونت اند ديفلوبر او مطور الواجهات الاماميه هو الشخص المسؤول عن تطوير او برمجه الواجهات الاماميه لاي ويب سايت او حتى تطبيق موبايل. باختصار ده الشخص اللي بيحول الصور اللي عملها المصمم لكود حقيقي قادرين نستخدمه ونتعامل معاه. من التقنيات اللي ممكن تحتاجها في المجال ده اطار عمل زي مثلا رياكت جي اس او حتى انجلر، وكمان بالاضافه لقدرتك اللي المفروض تكون عاليه في سي اس اس. بعد الفرونت اند بيجي مجال ظهر جديد مؤخرا وهو الديف اوبس انجينير. الديف اوبس انجينير بيكون الشخص المسؤول عن العمليات، التقنيات، الادوات، وحتى اداره المشروع اللي شغالين عليه سواء كان تطوير او صيانه. بالاضافه لحبه تقنيات اضافيه كده لو حابب يكون المستوى متقدم شويه تقدر تبحث عنها لو مهتم بالمجال ده. طبعا من اهم القدرات اللي المفروض تكون عند الديف اوبس انجينير هي القدره على التعامل مع السكريبتين سواء ببايثون او بالباش، القدره على التعامل مع الحاويات او الكونتينرز زي دوكر، القدرة على إدارة الكونفيجريشنز باستخدام بوبيت. في المرتبة الثانية عندنا حاجة اسمها الكلاود أركتكت. ده ببساطة شغله بيعتمد على المشاريع السحابية أو ما يعرف بالكلاود بيزد سيرفيسز، وده كل شغله بيكون على منصات حوسبة سحابية أو ما يعرف بالكلاود كومبيوتنج زي الـ AWS من أمازون أو الأجور. ده غير طبعا لغات البرمجة والسكريبتين اللي المفروض تكون عنده. كل التخصصات اللي عدت دي خلينا أقول إنها مش سهلة تتعلمها، ولكن مقارنة باللي جاي فهي سهلة جدا 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 كمان. في المرتبة الثانية من حيث أعلى تخصص برمجي من ناحية الرواتب وهو البلوك تشين ديفلوبر. أكيد كلنا عارفين العملات الرقمية أو السمارت كونتراكتس. البلوك تشين ديفلوبر بقى هو المسؤول عن البلوك تشين بروتوكولز دي في إنشائها وتطويرها وهكذا. ده بالإضافة لهندسة وتصميم البلوك تشين سيستم من البداية للنهاية، يعني السيستم ككل. ده بالإضافة لتطوير السمارت كونتراكتس أو ما يعرف بالعقود الذكية، بالإضافة لتطبيقات الويب اللي ممكن تستخدم البلوك تشين. المجال ده بقى بيحتاج معرفه قويه بالبلوك تشين اصلا، ده غير انك لازم يكون عندك خبره في منصات البلوك تشين زي مثلا ايثيريوم على سبيل المثال، ده غير طبعا لغات البرمجه زي مثلا سوليديتي. واخيرا في المرتبه الاولى معانا وهو الماشين ليرنينج انجينير. اكيد كلنا شفنا بعينينا ازاي الذكاء الاصطناعي اتطور في الفتره الاخيره ودخل في كل المجالات تقريبا، سواء في تطبيقات الموبايل او في العربيات او حتى في كاميرات المراقبه وغيرها من التطبيقات الكتيره جدا. وده بيخلي الطلب كبير جدا على مهندسين الماشين ليرنين، وبالتالي الرواتب بتكون عالية جدا. من اهم التقنيات اللي المفروض تكون عندك علشان تكون ماشين ليرنين انجينير قوة في استخدام لغات برمجة زي بايثون، معرفة قوية جدا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، معرفة قوية في اطار عمل زي تنسر فلو او بي واي تورت، ده غير المعرفة اللي المفروض تكون عندك في الداتا بروسيسن او الاستاتستكس. دول كانوا اعلى 5 تخصصات برمجية من ناحية المرتب لحد اللحظة دي. الله اعلم مستقبلا ممكن ايه يحصل، بس خليك متأكد ان خبرتك ومدى اتقانك لشغلك في اي تخصص برمجي هيكون ليهم تأثير كبير جدا على مرتبك في اي تخصص انت فيه. بس كده اتمنى يكون الفيديو ده مفيد، وما تنساش تعمل لي لايك وتقول لي رايك في كومنت. تفتكر هل في مجال تاني ممكن يكون اعلى من ناحيه الرواتب طبعا في المستقبل؟ مستني رايك في كومنت. سلام.